بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي العربي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الأخوة مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ونحن نلتقيكم على الخير والمحبة وحلقة جديدة من برنامج مضايف أهلنا. حي الله الأخوة المشاهدين أينما كانوا في العراق والوطن العربي والعالم، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أعزائي المشاهدين، يعني الآن نعيش أجواء مو طبيعية، أجواء حرب وأجواء تداعيات خطرة، والمتضرر من هذه كلها العرب والمسلمين. الهدف اللي راده العدو كلهم أعداء، الآن المتصارعين كلهم أعداء ضد العرب والمسلمين. القتلى في فلسطين وفي غزة عرب ومسلمين، في اليمن عرب ومسلمين، في العراق عرب ومسلمين، في سوريا عرب ومسلمين، إضافة إلى القوميات والأديان الأخرى، ولكن احنا المقصودين أمة العرب. يعني تعرضت إلى 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 دمار وتمزيق، ويعني هذه مسألة معروفة، معروفة أهدافهم من زمن الرومان والتحالف الروماني والفرس على العرب، من زمان، من زمن النهضة ومن زمن الرسالة وهكذا. احنا الآن صرنا وسط النار والعياذ بالله، المتصارعين الربع، واحنا ما ندري هسه إيران حطت نفسها ويا هذا بالأمة العربية ومصختنا ودمرت الأمة من تدخلها هذا، وهالسعانة صارت بياناتهم، يضربون منا على الصواريخ، واحدة وقعت بالقرمة، واحدة بالنساف وبالصحراء الأنبار، اضربوا عود، اضربوا الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يعني لحد الآن أمعن في تدمير الأمة، هذا المجرم في غزة وفي عموم فلسطين والآن في لبنان، والمستهدفين هم العرب يا الربع. يعني احنا ما ان غير الله سبحانه وتعالى، والله لا ماكو، يعني هسه من يقدر يرفع اسمه يرفع صوته ويقول يابا اني والله ما اقبل، يعني حتى يعني كلام رفض استنكار اللي يحصل للامه. وين الجامعه العربيه؟ وين الاجماع العربي؟ وين مؤتمرات القمه؟ يا الربع ليش هالشكل؟ هذا حال الامه؟ هو هذا المطلوب من الأمة؟ وينكم أمة العرب؟ هاي الأمة الوسطة، وكنتم خير أمة أخرجت للناس، الله قال في كتابه. ليش هالذل؟ ليش هالمهانة؟ ليش؟ ليش يعني؟ يعني هذا تاليها؟ والعراق، لولا العراق ما تنهض الأمة، بالعراق تنهض الأمة. ولذلك هم عرفوا شلون يستهدفون الأمة العربية من خلال احتلال وغزو العراق، وهذا تاليها. أهلا وسهلا بكم، غاية السعادة والسرور أن نلتقيكم. حقيقة قلوبنا مجمرة، ويعني حالنا حال، هيش يصير بالعراق، هيش يصير في لبنان، هيش يصير في غزة، في عموم فلسطين، هيش الدول العربية تدرون هالسعانة رفعوا العلم الصهيوني على رفح على حدود مصر، يعني الله يقبل. ولحد الآن يعني بكي براحتهم، وين اكو هدف يجون عليه يضربوا ويقصف لحد الآن بغزة وكذلك بلبنان، في يعني هذه مدنيين يا الربع، الضحايا مدنيين، أطفال ونساء وشيوخ، شنو هالإمعان هذا؟ غاية السعادة والسرور أن نلتقيكم، والله 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 نتمنى أن ترتاحون وتشوفون هذا البرنامج وعندكم كهرباء إن شاء الله من أويش بلك، شوية شوية خف الحر وتشوفون هذا البرنامج وضيوفنا الأعزاء، وإحنا نختار الشعراء والصوت الشجي أيضا معانا، وإن شاء الله نسعدكم من خلال هذه الحلقة من برنامج مضايف أهلنا. رحبوا معي بضيوف حلقة هذا اليوم، الأخوة الأعزاء شعراء، الأخ الشاعر يوسف العقيدي، حياك الله أخي يوسف. من قال حيا يعزك عم أبو معمر، وشكرا على الدعوة والله يحفظك، وشكرا أستاذ صدام وعم أبو فرين طبعا. يا أهلا، إن شاء الله مثل ما يقول نسعدك ونسعد المشاهدين وبالأبيات اللي راح نقراها لهم وللعراق إن شاء الله.
يحياكم الله، بكم البركه وما تقصرون. احنا كل شاعر صاحب رساله وحقيقه، وكلكم مبدعين، ويكفي عن يعني ترشيحك واختيارك الاخ صدام السهل وابو فرند على راسه. فاهلا وسهلا بيك وتحياتنا لهم. الله يعزك. والاخ العزيز اليوم عيال الابرز كلهم ويانا، الاخ الشاعر محمود العقيدي، حياك الله. عمي ابو خطاب، اول شيء اشكرك واشكر فضائيه الفلوجه على استضافتي والظهور معكم لاول مره. ان شاء الله ان نكون كالفراشه على ازهاركم الجميله، وشكرا لكم. احنا المسرورين بوجودك معنا اخوي العزيز ابو خطاب، واهلا وسهلا. الله يسلمك. وايضا معنا الاخ الشاعر علي الجريح. وعلي الجريح حقيقه سمي بعلي الجريح في عمليات المجرمين والإرهابيين وما حدث بالموصل، فاستشهد أمه وأبوه في هذه المعركة، معركة إبعاد الإرهابيين الدواعش، فسمي بالجريح. فأهلا وسهلا بعلي الجريح. حياك الله أبو معمر، أشكرك وأشكر قناة الفلوجة، نشكركم على حسن الضيافة، وإن شاء الله نكون خفيفين الظل عليكم وعلى المشاهدين. الله محييك، ساعة المبارك، حياك الله أخوي علي، أهلا وسهلا. بعد ما تماثل للشفاء، بعد أن أصيب بجلطة دماغية ما شاء الله، وطلع منها سالم وصوت الشجي خليل النانا، حياك الله أبو إبراهيم. الحمد لله، بس عرفت عدوي من صديقي، يعني بهاي أكو ناس سنت عبالي يكفون شتي وفوق راسي، ما شفت واحد من عندهم. وكناس سنت قلت ما يجوني، وأول الناس اللي يجوا. أي والله، بس أنا اتصلت بك حقيقة، يعني ما قصرت، أول الناس أنت مرتين مو مرة واحدة. أي والله، وتستاهل أبو إبراهيم. تحياتي إلك أستاذ أبو معمر، تحياتي لقناتنا الفلوجة، الفلوجة اللي سباقة دائما بالأعمال الطيبة والأعمال الزينة والشعارات، تحياتي لهم، تحياتي الكادر خلف الكواليس، تحياتي لكل جمهورنا وكل وطننا الغالي. هلا بيك وهلا وسهلا، والشفاء العاجل ان شاء الله والصحه الدائمه. والله محييك وياك ازل وصهيب اليوم ان شاء الله، وراح نستانس ان شاء الله وتبدا ان شاء الله بهذا الصوت الشجي. حقيقه احنا كما تعلمون اخوي يوسف، اختيارنا يعني نطلب من لكن انت الشاعر نفسه عنده اولويات، يريد يقول قصيدة ويريد يقول هذه بالبداية راح أقولها كذا، فالاختيار لك والله محيك. الله يسلمك ويعزك عمي أبو معمر. حتى لا ننسى احنا بهذا الشهر كان ولادة خير الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم، ألف الصلاة والسلام سيدنا، فخير ما أبدأ به. نعم. فأقول صلاة الله على روح النبي الهادي محمد بالقيامة ذخري وسنادي، بميلادك محمد فرحة البلدان، محبتك بي دليلي شي ورد بستان، أمانة يا أهل تقوى وأهل إيمان، تودوني الحبيب هناك لي غادي، تودوني دزور القبة الخضرة وشاهد روضته واستمتع بنظرة، يا هنيال القعد مشوار يم قبرة، ترى هناك الجلوسي برد فادي، يا محبوبي تقلش وقت نتلاقى، يا ابو القاسم عليك الروح مشتاقه، نيارينا البعد يا عيني حراقه، سوت لب الدليل الصار مترادي، يا ابو الزهر العشق لاعب لعب بيا، همت والروح بيكم حيل مسبيه، الف الف الصلاه على الهادي يوميه، ابو الزهر الذخر لي نادى ومنادي، يا ساده الروح هامت لا تخلوها، امان بخت جدكم لا تعوفوها، إلى حضرة حبيبي وياكم اخذوها، مسجينا بعد ما تتحمل بعادي، يا ساري للنبي سلم لي يا ساري، على خير الخلائق نور الأنواري، سعيد اللي تعنت ذيك الدياري، ترى زيارة محمد عيد العيادي، إش يجرع هالوقت لو ما ذكر طاها، محمد أحلى خلق الله وابهاها، حبيبي يا بعد روحي وعناياها، فداك الكون كله ونفسي وأولادي، فداك الكون كله نفسي وأولادي، فداك الكون كله والولد فدوة، يا أبو الزهرة الحبيبة القائد القدوة، ترى الدنيا بدونك كل شي ما تسوى، وبدونك لا حرام إن كانت الرادي،
وبدونك حرام تشانت الرادي. ربيع الأول يشع نوره كل عامي، فرح يروي الدليل التاع المتعب الضامي، فرح يروي الدليل المتعب الضامي، لجل حضرة محمد خطت أقلامي، كتبها يوسف العين النبلادي. لبو الزهرة لبو الزهرة أكتب أحلى ما عندي، أبد والغير أكتب وابدع إش حدي. يا زاير يا زاير خذ أمانة للنبي ودي، سلامي وقل له رائد منك بدادي. الله الله سلامي وقل له رائد منك بدادي. انت مداح اذا اجيب لك دف هسه ما تقول هذه. اي نعم هسه نسوي مولود ها. اي نعم وذكر وذكر يستاهل ونسويها حربيه هسه على داخل الاستوديو. والله يستاهل هذه، يستاهل سيدنا محمد. انطيتها لحد هذه سواها والله بعد ابو خطاب اخذها مني. اي اخوي اي والله صدام العبيدي. الله الله الله, الله احسن. الله يسلمك الله يسلمك تسلم الله يعزك يعزك عمي ابو عمر. يا اخوي يا ابو خطاب الله محييك ساعة المباركة انت ويانا. احنا قبل القصيدة انا اشكر استاذي محمد موسى القاضي وصدام السحل، واشكر من رافقني بسفرتي راكان الجبوري ورماح الغانم وعمر الشهواني. قصيدة على حال هالوقت. قالوا اصبر والفرج باكر يجيك، قالوا اصبر والفرج باكر يجيك، وألف باكر راح بس ما مش فرج. اي والله صرت مثل البسط بجرحه ويشوف الشماتة على الجرح صاح وهرج. الله اكبر على الجرح. صرت مثل البسط بجرحه ويشوف الشماتة على الجرح صاح وهرج. دنيا مدري شلون تاليها تصير، دنيا مدري شلون تاليها تصير، حتى عدل البيها شو يمشي عوج. مرة تصعد مرة تنزل، شن هي هاي دنيا لو صارت علي حية ودرج. حية ودرج. مرة تصعد مرة تنزل، شن هي هاي دنيا لو صارت علي حية ودرج. جبت حظي وياها خيط العنكبوت، جبت حظي وياها خيط العنكبوت، اش ما تميل الريحة حس حظي يميل. صغار صغار ربيهم لحد ما يكبرون، وتالي على الحاضر يجي الموت ويشيل. بالله عليك سبحان صغار سبحان الله. صغار ربيهم لحد ما يكبرون، وتالي على الحاضر يجي الموت ويشيل. حيل من الثقفة المنية وعدها ذوق، حيل من الثقفة المنية وعدها ذوق، عافت خفاف وخذت وين الثقيل. الله الله. حيل من الثقفة المنية وعدها ذوق، عافت خفاف وخذت وين الثقيل. قبل واحد من يموت يهز لجيل، وهسه ما ننهز لو ان مات لنا جيل ابدا. قبل واحد من يموت يهز لجيل، اي والله، وهسه ما ننهز لو ان مات لنا جيل. قبل كان الجار اذا جار يموت ينصب ببيته العزا ويقعد حرس. والله صحيح. وهسه حيل اختلفت وما ظل حياة ابدا. جاره ناصف فاتحه وهو بعرس. صحيح. يا وقت درس الحزن طول معاك، يا وقت درس الحزن طلع طول معاك، انطينا فرصه اطلع ودق الجرس. ذيب صاير ذيب صاير على الفقير وعلى الضعيف، ونابك بضلع اللي يحبونك افترس. ذيب صاير على الفقير وعلى الضعيف، ونابك بضلع اللي يحبوك افترس. اليمتى نصبر يا صبر ما ظل مجال، اليمتى نصبر يا صبر ما ظل مجال، طفح قلبي من المصايب وانترس، طفح قلبي من المصايب وانترس. بيش أمن بيش أمن يا وقت ما ظل أمان، تحالفوا ضدنا تحالفوا ضدنا حراميها وحرس. الله صحيح. تحالفوا ضدنا حرامية وحرس. سلامتكم. أحسن. وبشر الصابرين. الله كريم. إن شاء الله. أخوي أبو خطاب. إن شاء الله. إن شاء الله. تسلم. الله يسلمك. أي والله. الله يطول بعمرك. أي أخوي علي الجريح الله محييك. حياك الله أبو معمر. أبدي بقصيدة هي من بين كل من حاير بروح العمر، شن ريح صاير وأنا مرجوحة. سكنت بديرة تشبه ولية الذبان، من شافن العاشق جثة مذبوحة. أدفع بالشمس حتى استفز الليل، تحرقني وأقول إن شمسي مفضوحة. الله الله. أنا بيت الشعر
والقهوة بية تفوح وتصل سابع سلف طقات فنجاني. الله الله. شراوية ألبس واربط حزامين إذا واحد يمس لي بطارخ أخواني. شراوية ألبس واربط حزامين إذا واحد يمس لي بطارخ أخواني وهي الغيرة قطرة. نعم. وأنا عندي نهار يدنلك علي وهذا عنواني. أقص راس الغريب الراد بينا يعيل إذا حاول يحارش بين الجيراني. أنا ابن الدمها ينزف حتى قاعد عيش وأنا ابن المات أبوه بطلق عدواني. أنا ابن الدمها ينزف حتى قاعد عيش وأنا ابن المات أبوه بطلق عدواني. رافقت المنية وعمر كان صغير وأصوات المقابر تارس أذاني. رافقت المنية وعمر كان صغير وأصوات المقابر تارس أذاني. أنا بالمعركة وكنت أشرب أنا الشاي. أنا بالمعركة وكنت أشرب أنا الشاي وكنت بالليل أخابر رقم دفاني وكنت أكتب قصيدة على الفخر وتقول راح أقراها لكن ركز عليها. أنا السارجها وأعرف وأنا خاويها وإذا طلقت تتيه أنا دليها. ألزمهن وسولف بذن الرصاصات ترى المجيسة كسر بيدي رجليها. ألزمهن وسولف بذن الرصاصات ترى المجيسة كسر بيدي رجليها. تعال مقابل احكي الظهر طبع الذيب اذا مو قد كلمتك ليش تحكيها. وانا صدت الصقر انا صدت الصقر وبهندس بجيله ما اقبلش عيط يفر علي ذيله. الما يعرف يسولف من يطب ديوان خلي يروح لخته تلبسه شيله. انا تربات حاتم والكرم والجود بوقت ما مش ذبايح بس ذبح خيله. لا تجبرنا سولف على الحكي المضموم ترى الدلن شوت بس فوحت هيله. الله ترى الدلن شوت بس فوحت هيله. كفو والله الله يسلمك. كفو من بيدر الصخة الله يسلمك. معطر درماع كفو من طيب. الله عليك زود. نعم الله يجزاك ورحم الله الشهداء رحم الله من فقدنا في هذه المأساة الكبيرة اللي جاب علينا الأعداء. أحسنت الله يسلمك. حسن الله أخوي أبو إبراهيم خليل النانة نسمع العتابة. أبشر بعزك والمتابعين ولا يهونون الحضور. كفو والله تسلم. شراج قلب وراج عيني يا ولي عيني حسن شراج قلب وراج عيني حسن شراج قلب وراج عيني غرقان واخذن الراج عيني قبل ما موت حلفت يا بويا 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 أولي عيني قبل ما موت أحلفك راجعيني أنت عاتب وأنت واجه على المضم يا بويا قبل ما موت قبل ما موت قبل ما موت حلفك راجعيني يبو انت حالل وانت واهب على المظن يا والعاد حسنك رماني وخلاني رايح جاي امه يا ولي يبو انب حسنك رماني يا ويلي
والزمان يا والزمان يا والزمان يا ول انت وزماني يا ابا يا ابا يا ابا يا ابا يا ابا يا ول عاد انت وزماني صرت علي اثنين يمي ولي يبوح النبا النبا ولا شي بنت وزماني ويلي تهيت. لا والله صيف سعادة بعد يعني خفيفة. مرجهني يا ابا مرجهني اول خطيط بن محايل مرجهني ولا يما خطيط 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 بن محايل اويلي 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 يا ولا خطيط بن محايل مرجعنه ويا قلب الغير والف مرجعنه مثل بعض الزواب عمر يا ولهان يا ولهان يا ولهان انا مثل ولا يا ابو مثيل مثل بعض الزواب ترى مرجعنا هو شي ابن الوقت واحنا شب اول ما ادري ايش احط له يما يا ولي ما ادري ترى ما ادري ما ادري ايش احط له ويلي اول عاد ما ادري ايش احط لراس القلب بالويلي يما يا ولي يبوها النب النب اول دليل مدري ايش يحط لي ويلي ما حد فقد له يا ولا يما ما حد ما حد ما حد فقد لي ويلي بل عاد ما حد فقد له من مثل قلب عزاز هذا ليش يما يا ولي يبوه النب النب ولا عاد ما حد فقد لي ويلي. حيا الله الأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، غاية السعادة والسرور أن نتواصل معكم. حقيقة قصائد كثيرة وعناوين للقصيدة وأيضا لكل قصيدة يتفسر عن نفسها، فالأخ العقيدي يوسف يريد يذكر أهله فحياك الله. يعزك يعزك الله يسلمك الله يسلمك، ونعم من عشائرنا كلها طبعا أكيد يستاهلون. فأقول هلي هلي للقاع كومر جال صبت هلي للقاع كومر جال صبت وزمان القال ذول أسباع صابت أكيد صيب أكيد هلي عقيدات يوم الضيج صبت جذمهم ما رجع يوم الورا أبرز كفو وهلي عز المكارم دوم وسباع هلي كسرة وخشمها التوج والقاع هلي علحق مشيهم كلهم جدام تتختل وراهم دنيا وضباع هلي علحق مشيهم كلهم جدام
تتختل وراهم حتى الاسباع عقيدات وعلمنا يشابك الغيم شمس لليل طلع وردة وضاع سلالتنا مراجل جدنا الحسين واللي يحضننا سبنا يموت بوداع نعم على وجه الارض دقينا الرماح كفو النزبيت وعلى عالي قعدنا ولحنا الاتباع الله الله صولتنا ثجيله ترصع الطين يا نعمين المراجل حي ومجماع وهلي هل رجال ومواقف للي يجيهم كرام ونصمه طيبه للي يجيهم للي يجيهم نعم هلي ملقى اللي عندهم للي يجي هام بكرم للضيف ما عزه وظنه الله كفو نسل الاسياد جدنا محمد الجاه ما دير اللفين وبيهم الجاع وهلي عز المكارم والدواوين هلي كل القصايد والدواوين هلي منبعد عليكم الدواوين علاج وطيب كل اهلي ترى والله نعم وهلي هلي ركضة نسيم يشيل عطاب ومضايفنا تفرفح حيل عطاب الله الله اهل نخوة نعم وكرامة وملقى عطاب صدر وصياحة يلا اللفة والله ملقى صدر نعم صدر وصياحة يلا اللفة كفو سلامتك كفو كفو ثلاثين نعم يعزك العيال الابرز ومن عموم زبيد وكل القبائل العربية نعم الاصيلة احسنت يسلمك احسن الله حالك يا اخوي ابو خطاب اي الله يسلمك عمي ابو معمر مثل ما قال اخونا يوسف احنا من حقنا انه نتفاخر بكل العشائر نعم كلهم خير وبركه ان شاء الله فقبل زهيري مقطوعه العمامي الله الله يستاهل الله يسلمك اذا اذا ردت المراجل لا تظل محتار الله الله اذا ردت المراجل لا تظل محتار امشي بسرعه لا تمشي لي بالهيدي وإذا ردت الفزع وقت الحرب تندار بس شوشح بديك وصيح العقيدي العقيدي كفو هذول عيال الأبرز على الخطر يمشون أشهد إذا صاحت الحرة وقالت وليدي أو نعم يجو إنخاهم يجونك عجمر حفاي طبع سادة ونسل القحطان الزبيد الله 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 يسلمك الزبيد كفو الله يسلمك يقولون إذا عبرت الأربعين فجعل لك ذاكرة من ورق أنا بعد ما عبرت الأربعين لا لا بعدك شباب يا أبا الشباب يبدي بالستين المراهقة يعني بعد ما عبر الأربعين المراهقة بالستين يا معود تكون الطيب أزهيري شقنع بعذر الوقت شقنع بعذر الوقت شقبل بعد شلتمس سبعين مرة عذر وجايب علي شلتمس الله الله شل الأطراف ورجع يا صاحبي بشلت ومس راس الدليل وبن بوسط الجبد بيتلم عمري رماد بهوى ماضن يا صاح بيتلم الله الله هجام هجام بيت الأبو بيت الأخو بيت الأم نعم كلهن عفت انهذل ايه ومن الوطن شلتمس الله 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 كلهن عفت انهذل ومن الوطن شلتمس شلتمس شق شارب مرار وقهر والريد شارب هم شارب مرار وقهر والريد شارب هم علي بغال الثمن بضيت شاربهم الله الله الكان عندهم بخت وتشوف شاربهم ما بقوا عندي ولا حدهم حدود مطق وحقنا عليهم نهيم بكل جزيرة نطق آخ آخ المقابر يلو عدها لسنبين طاق فلا قبلتي مست راب شاربهم يا الله آخ المقابر يلو عدها لسنبين طاق ما كان قبلتي مست راب شاربهم الله الله وحظنا زجاجة انضرب بيد العفن وانكسر الله اكبر اي والله حظنا زجاجه اي والله انضرب بيد العفن اي والله وانكسر وجهرا ونيني بعد ما جهرا ونيني صفى ما ون بعد وانكسر ابدا يمهم فلا بينت بي تعب وانكسار واولهم امشي ولا فوق الذمايم عدو عفيه وانا الاصيل ووفي قلب لا. الغدر يمعدو الله الله جندي وطيح بشرف لا. حتى لو متت كفو يمعدوا بس لا قبال الردي يوم انا قاع وانكسر اي والله جندي واطيح بشرف اي والله حتى لو متت يمعدوا بس لا قبال الردي يوم انا قاع وانكسر اي والله بس لا قبال الردي يوم انا قاع حسبي سلام الله والنعم الله يسلمك الابرز الله يسلمك حبيبي ابو خطاب تسلم الله يسلمك يا عم معمر اي اخوي علي الجريح الله يسلمك ما عليك زول ابو معمر حي الله طيب قبل الزهيري مقطوعه الى قائد ثورة العشرين
البطل ضار المحمود قبل الزهريات أقول هز لندن ضاري وبتشاها. نعم هز لندن ضاري وبتشاها مو مثل الهزة مكفاها. ليها السع زوبع تتفاخر ضار المحمود السواها. قبور بلندن جملة دفنا ما تلحق تدفن موتاها. هز لندن ضاري وبتشاها. الله كفو من شربك. أما الزهيري أقول بعض القرابة تراها الروح لوعانة. بعض القرابة تراها الروح لوعانة ومنهم يصيح القلب وصياح لوعنة. رفعت الراس الأخو بالضيج لوعانة وحزام ظهره يظل بالضيج لو شدة. بلسم يحط على الجرح ودواه لو شدة. بعض القرابة ترى تسوى ألف شدة وبعض القرابة أسف ما تسوى لوعانة. بعض القرابة أبد ما تسوى لوعانة. أما الزهير الثاني طوال الخيل تعمق صار يا رجال. الله الله بالقرابة. الله يسلمك. إيه بعض أيوة لا لا أنا حشمل أيوة. بعض القرابة ترى تسوى ألف شدة. الله يصلح الشام. وبعض القرابة أبد ما تسوى لوعانة. بلى والله بعض هنا. أما البيت الثاني طبعا البيت فكاهي. هو الزهيري يذكرني بالأستاذ المدير مال المدرسة. إيه اللي يشوف الطلاب يوزع لهم الدرجات يقول له سلم لي. ايه الله يرحمه توفى. ايه فكتبت له بيت زهيري. ايه بالله. فقلت يا صاح كلها درج بس انا سلم لي. وسلم رواتب عجب ما صار سلم لي. الدهر بيد الحزن يا اخوي سلم لي. والماتعن بالعزة تصرخ يا اخي وعنت. وللامهات التعب تسهر ترى وعانت. طلابنا هالسنة مكنكة عنت. ولهذا نصها اجت على العيلة سلم لي. ولهذا نصها اجت على العيلة سلم لي. الله سلامتك. الله يسلم. يعني على العيلة سلم. يعني ما بهم ولا واحد ناجح. ابد. مثل هذا جاء ابوه ساله وقال له يابا نتيجتك شنو؟ قال والله كل الطلاب راسبين. قال له عوذة انت. قال له كل الطلاب راسبين. معناه هو ضمنا ترى اني هم. هذا التعليم عندنا. احنا تحدثنا بالحلقة الماضية عن التعليم ونتمنى ان شاء الله ومن الأسرة التربوية التعليمية انه يحرصون على اولادنا واطفالنا وعلموهم صحيح وبهم البركة ان شاء الله ونهنيهم بالعام الدراسي الجديد وان شاء الله التوفيق للجميع. اخوي خليل النانا والنعم من النانا حطات الخبز. اي والله كفو. نريد نسمع النايل وعلى اغنى الحصاد. اي والله تدلل العام صار. شوقي هدم حيلي. اي والله شوقي هدم حيلي. يا ويلي يا ويلي مقدر عليها الصبر. اي والله يا ويلي مقدر عليها الصبر. شوقي هدم حيلي يا يمه يا يمه. شوقي هدم حيلي. مان يالله يالله بيك ارتج يالله. الله الله نعمة بالله. اوه ولف من جبل يالي يا ولف من جبل يالي يا يمه يا ولي يا ولف من جبل يالي
من يالله يالله ذكرتك يالله ولا توجع جنوب ولا لا 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 ولا تلج مجنوب يا والطبيب طبيب كف المداوى لا 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 توجع جنوب يا ولا انا الما بي مرض يا عيوني يا عيوني يا والله يا ندواي محبوبي نعم يا ابو معمران دواي دواي يا ولد دواي محبوب دواي دواي يا ابو حبوبي يا ولان الما بي مرض قلبي خايب او هذا جلطنا هو هذا الدواء اي والله يا الله هوني بالمحاور توي قلبي جاب للطبيب تعال من صيدي هوني بالمحاور توي قلبي جاب للطبيب تعال من صيدي دواكم مثل ما حرمت علي يمي جابوا للطبيب وقال ما له علاج خذوا ولا راية مكويات بصاد يا عقل الجنين اللي يسوي عد فكر بالحلم منهم معازيبي جواني بالمحاور هتوي قلبي جابوا للطبيب تعال من صيبي أبنوا الغيرنا ما سار نجدامو دور بالعرب ملقى على رحم عيونهم كحلى ما تحوج الميلي الجمال هذا شنو الجمال سهر ليل نذر ليل على الحين والأبد ما له تماثيلي حيا الله الأخوة المشاهدين أهلا وسهلا بكم حقيقة مسك الختام حلقة هذا اليوم راح نسمع العتابة وزهيري فما شاء الله إمكانية حلوة وكم من الأبيات العتابة وزهيري الإخوة الأعزاء والبداية مع الأخ الشاعر يوسف إيش تختار؟ الله يسلمك زهيري نقرأ حلو حلو. إن شاء الله عتابة أقول عمري نعم
عمر البديت صعب بزهيري تا قص الخان قلبي ومشه خيط الجرح قصه ومقرود ليل بحزن عطول بيه قصه جنينه توم بفرد اقماط ملفنا ساري وبنت البشر ما قدره ولفنا ولما وصلت الفرع باحساسي لو لفنا كان الكرامه انطفت والذله للقصه كان الكرامه انطفت والذله للقصه اي والله وريت بهذاك الوقت جدم مشى وعدل ويا وصفه شافوا القلب ما ولؤلؤ عدل وتلال خط النبض من ضيمك تعدل ماتت سنين بقهر والشيب لف الهجم وحش السامع ويا حيف طبعك ردي بسنيني لف الهدم ما فات كل الحكي وما فات لف الهدم صبوه فضه وذهب ذيلك شلب ما عدل والله صحيح صبوه فضه وذهب ذيلك شلب ما عدل وبياض الشيب عتابة اي نعم بياض الشيب من ودع محاليل وعويل البي حفظت محاليل قلب صدر في جيده يا محاليل تفيد الجرح وعلاج وغثى تحليل ماكو ويا قاع النامة وبقلبش مساكين وبعدهم ما بعد نلقي مساكن ابد اش هضيم الليل يا ولو مسكان ذكرهم نار بالروح الابد وانكسر غصني بديهم ايه مال عرج الجهنم كون وده مال عرجه الله الله صفح علي الدنيا مال عرجه ودرب وديان والقاع وحلى ومرد الفاد والنوبه معاليج ويبوها النار المسجره يبو معاليج مرد الفاد والنوبه معاليج ويبوها النار المسجره معاليج ابدلي الجروح ما تهدى معالج جرح والدود واقف لي سرى جرح والدود واقف لي سرى ومثل شيب العجايز لام عنا مثل شيب العجايز لام عنا دليل من المصايب لام عنا يا قلب شهم تكتر لام عنا تنعب اوف للماء تضحى تنعب اوف للماء تضحى سلامتكم الله يسلمك حلوة العتابة واحسنت الله يبارك الله سلم. نعم راع الابرز كفو عليك زود ما عليك زود ما عليك زود يا اخوي ابو خطاب الله يسلمك عمي ابو عمار نبدي هم عتابه الله الله قبل العتابه احنا نشكر ابراهيم الحميد الحاج ابراهيم ابن عمي المعزب عتابه اقول هلي طبعا هلي كل العراقيين كفو نعم. الله يسلمك هلي صلبين لظن هلي صلبين لظن ما يتفاهم الله الله هلي ايه صلبين لظن ما يتفاهم وعقبهم بس شواخص ما يتفاهم نعم على البلكون يدحم ما يتفاهم اشق الزيج واندب على المظهر يا ابوي ولا هذا هاي شجاع على البلكون يدحم اي والله ما يتفاهم اشق الزيج واندب على المظهر اي والله ورغم مثل الجمايل كاربلهم رغم مثل الجمايل اي أيوة والله كاربلهم خبير وبالمصايب كاربلهم لطم وعظام وجهي كاربلهم بسكون الليل ويجد الضحى الضحى لطم وعظام وجهي كاربلهم سكون الليل ويجد الضحى ايه اظل اقرب ذانك ايه الا تفهم اي أيوة والله ماكو فكر اي والله اظل اقرب ذانك الا تفهم كلامي ومن همومك الا تفهم نعم قبرهم لا تامل الا تفهم بدي وانفض قواء مثرى قبرهم لا تامل الا تفهم بدي وانفض قواء مثرى وتجفجف عاد دمعات المقاليج تجفجف عاد دمعات المقاليج ورحل راعت كثيره والمقليج نعم يا حيف بيوتهم ظلت مقاليج القبل كانت شرائع للهله يا حيف بيوتهم ظلت مقاليج القبل كانت شرائع للهله والله وخبال
بالك كنت اقول لهم ترى عقال هلي وعلى راسه خليها. نعم يستاهلون. الله يسلمك. اخبالك كنت اقول لهم ترى عقال هلي وعلى راسه خليهم. ترى عقال هلي بالكون ما فروا، ترى عقال اليمين وداسوا بخشم العدل. والله وثلاثين. نعم هلي بالكون ما فروا ابد. والله ترى عقال اليمين وداسوا بخشم العدل. كفو من زبي. الله الله. وكثير الناس تبرز. نعم وانا لبرز. كفو. الله يسلمك. نشهد. الله يسلمك. والله الله يسلمك عم محمد. كثير الناس تبرز وانا لبرز عقيدي ومن همومك. والله والله انا لبرز. إذا حمية خاهم وين الأبرز؟ تجيك رجال ما هم هدمه. والله وثلاثين. نعم نزمه. إذا حمية خاهم وين الأبرز؟ تجيك رجال ما هم هدمه. يا والله سلامتكم. والله مواقفهم في العراق وبسوريا ما قصروا. والله مواقف رجال شجعان. كفوا من عيال الأبرز. ما عليك زود. ما عليك زود عمي أبو عمر. صح الله لسانك. طول بعمرك يا أخوي علي العتاب. إي نعم العتاب أبو معمر. أقول مثل جبلة وحلهم جابليني، مثل جبلة وحلهم جابليني، واخذ مني القوية وجابليني، بلا تعالي يا أخيتي وجابليني، ننوح على القبر ونهل بالتراب. يا الله جاب الراح ما عاد يعود ويلي. وقول مثل خبزة عليهم فاجعيني. اي والله مثل خبزة عليهم فاجعيني، ولجلهم فاج راسي وفاجعيني. يا قلب الفارقتهم اي والله فاجعيني، فجعت الراح غالي من الظن. بلا والله مو هيني. ويا بوب الدار مكسور الشبابيك، يا بوب الدار مكسور الشبابيك، الذهب عنك رحل ظل الشبابيك. اي والله كنت صغيره وبعزة شبابك صفيت تراب ما بيك حجره. وهلي ما قعدوا عدهم عراوي حشمه وابد ما لبسوا. الله الله عراوي هل الدار وصيانيهم. كفو عراوي بوقت شأنت الحسرة على الحمى. يا ابو بدر الله يسلمك. كفو 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 مطي. الله يسلمك. مطر ترماح. الله يسلمك. مشهودة لكم. كفو والله ثلاثين. نعم ما تبقى من الوقت الاخ العزيز ابو ابراهيم خليل النانا. تبشر ابو معمر. خلينا نروح على جنوبنا الحبيب ان شاء الله. اي والله عندي هداء ممكن. إيه؟ تحيه لبعض الشيخنا الاجلاء اللي وقفوا لي. إيه؟ وقفه زينه يستاهلون. إيه؟ الشيخ خلدون الحمداني واخوته. نعم. والشيخ محمد الجاسم الصباحي واخوته. واللواء ركن شكر النعيمي ابو احمد قائد فرقه 14 السابق وقفوا لي وقفه بموضوع خاص بي انا ما قصروا معي ابدا. والله فرجال لازم تذكر الطيب. لازم هذا واجب يعني. جزاك الله منكم خير عدهم. ما قصر. حياتي. من تسالي من تسالي صلت خدي دمعتي. صليت دمعتي من تسالي وعليك الراس سيد. أنا عليك عليك الراس شي من تسالش عجب لسي قلبي. اش عجب اش عجب لزي قلبي
اش عجب للسواع يا قلب من تسالي سلوك رجع ليش تلوم بي بعدنا بعدنا احبابي شلون حالتكم احبابي يا يما احبابي شلون والله حالتكم بعدنا شبدينا والدار عنكم بعدنا يا شان انتو نسيتونا والله احنا بعدنا ذكرتكم انا يا شان يا شان يا كان انتو نسيتونا بعدنا بذكركم كل صباح وكل مسية معلم على اللوحات قلبي الله يعين ذبي العبايا سوي علي احسان لك بهن اسمعهم ويشتمون يا الله اهلك بهن اسمعهم ويشتمون اهلك بهن نصب وحشينا لولا ما عزل بيك أعزائي المشاهدين انتهت هذه الحلقة من برنامج مضايف أهلنا شكرا جزيلا لحضور الأخوة الأعزاء ضيوف حلقة هذا اليوم الأخ الشاعر يوسف العقيدي والأخ الشاعر محمود العقيدي أبو خطاب والأخ الشاعر علي الجريح والفنان خليل النانا أزل وصويب المصورين سيف العبيدي يحيى الميزان علي غالب العلاقات والتنسيق صدام السحل هندسة الصوت والمونتاج عمار النعيمي وعاصم عمر راغب هندسة البث والاستوديو خالد المحمدي وبلال الفهداوي أعزائي المشاهدين نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج تقبلوا تحياتي وتحيات الأخ المخرج عمار علي